هضرت مع اللاعبين تاعي قلت لهم اليوم صافي نديروا التيست تاعنا فري تيست مع سير بي ما نلعبوش هكذا نحو يدينا نقابلهم اوم اوم والحمد لله شوف بالك النتيجه ما كانتش النتيجه ما كانتش صالحنا مي كي تشوف ما نتسببش بالحكام وكذا مي كنا قادرين نعود نتيجه ايجابيه انا زيد ربحوا الثقه من المانتيان باسكو ما درش عليهم ثقط وما درناش قال لازم نلعبوا حاجه سبيسيال مي هذيك لا كونفيونس اللي عطيتها لهم يلعبوا الاز بتاتر خلاتهم يلعبوا بالنيفو تاعهم ونقول هذه حاجه ونعاودها بالك ما نقولش من المدربين اللي لو جوار تكنيسي يلعب في البالون نزيد نعطيه لا كونفيونس نقول له دير واش تبغي كاين دي ليميت نعطيهم له مي كاين واحد الصوالح تخليه يسكت فوالا انا وشفت اللاعب اللي عندي لا بيبال دي تاي وزيد يعرف يلعبوا البالون جنون كرة القدم دي فوا كي نقولها لك بالك ما عندنا احنا في الجزائر ما عندناش كاميرا بزاف دي فوا انتراكسيون تاع دريبل بتي بون يقول لي واش مليحه نقول له فوالا برافو ثم تفافوريزي اللعب دونك عندهم لونفي وباغيين يلعبوا نعطيهم ثقه ما نديرش عليهم ضغط وخليهم يلعبوا الاز المدربين شبان علي بن شيخ اللي نجح مع فريق جمعيه شلف بدون اموال بدون نجوم ما كانش اسماء اللي كان لامعه في بدايه الموسم وجد صعوبات لدرجه انه البعض كان يقول انه سيقال كل جوله يقول لك هذه الجوله يزيد هذه الجوله ويحاوزوه سمير زاوي ممكن هو راح يستقيل لكن النتائج بعد ذلك مشات كما يقولوا لا مايونيز خدات داخل التشكيله ونجح مع فريق رغم انه عكس كل التوقعات صراحه البعض كان يقول في بدايه الموسم شلف سيعاني من اجل ضمان البقاء بريميرمون نشكره على العمل اللي راه يديروا ونشكروا اللاعبين شكرنا هنا في غيابه نعم ماشي كي راهو هذه وحده ثانيا عكست واش كان يقول لك نسهل لهم اللاعبين سي دي بتي دو باي تكنيسيان ما كان له يحوز زعما يوري لهم باللي قانو دير هكذا ودير هكذا وما كانش منها يحرم اللاعبين يا كيما قال لك يا ليميت من 30 مات ولا 35 مات لي جوار بوف سيكسبريمي ليبرومون هما اللي كريو لو جو هما اللي يديروا لو جو وهذه خلاهم يلعبوا فيها لا بروف لي جوار ولاو الاز معاه صح وكي تولي بين المدرب واللاعبين كاين الثقه والمحبه والاحترام نظن اللاعبين يمدوا الماكسيموم والريزلتا راهو وكيفاش النزعه الهجوميه هذه تاع مدافع سابق اللي اصبح مدرب جينيرالمون لي ديفونسور لي غارديان دو بيت كيولوا دي زونترينور يلعبوا بطريقه شويه دفاعيه يجوا الكونتر يلعبوا على التكتيك هو داخل الديار او خارج الديار هذه اللي عجبتني في فريق شلف يلعب بنفس الطريقه شفناها البارح كانوا يلعب في ملعب شلف يعني يلعب مع شباب انا هاديا نظن على حساب رايي ممكن اني غلط ماهوش يحب يتفلسف كاين بزاف اللي يحبوا يتفلسفوا يبدا يحب يغلق يقول لهم هاو كاش ديروا هاك ديروا زعما هو اللي راح يربح هو عارف لا فالور تاع لي جوار تاعو يعرف المستوى على حسابي ماني غلط تقول لي مستوى تاع اللاعبين تاعو دونك يحذرهم بيان سور سور لو بلون ديفونسيف وكذا مي لو ريست انا قلت لك مره سونترال الفوق خلى لي جوار يسكسبريمي دونك فهم بلي ما كان له نفلس بزاف اللاعبين من لهيه هما وانا من لهنا انايا دونك 50 50 جو بونس كو ليكيب راهي محمد قاسي سعيد ما عدا ما قاله سمير زاوي وعلي بن شيخ كلمه السر في نجاح فريق جمعيه شلف هذا الموسم وتحقيقه لنتائج ايجابيه راح نشوفهم بعد طابلو ممكن راح يلعبوا الست مراتب الاولى ويلعبوا منافسه افريقيه او عربيه ولو فريق شاب راهو في المراتب يعني لاباس بها ممكناش نستناو فيها ولكن يعني باش تلعب كاس افريقيا نظن بلي صعيب رضوان ماشي باش يقدروا يلحقوا ولكن من بعد كيفاش راح تلعب كاس افريقيا نقص الاموال نقص لي موايات نظن بلي سمير مره ثانيه اللي حكمت الشلف المره الاولى من بعد راحت عاود توليت مره ثانيه لا نقدهم من السقوط ايه على بالي مره ثانيه اكسيسيون جات لعبنا بريما ديفيزيون جات كورونا حبسنا رحت لعين دفله وعاود كاين اردوان كاين دي زيكيب اللي هما يصنعوا المدرب وكاين المدرب اللي يصنع فريق ويصنع اللاعبين عنده اللاعبين شبان كما تكلمنا من قبلات قلت له سمير اليوم شلف مجبرين باش اللاعبين اليوم عندك هذه مقبلات في الكواليس بصح الجماهير ما سمعوش انا نقول لك مسح هما الشرف اليوم مجبرين باش هاد اللاعبين ما يقدرش يقارديهم رضوان اللي برزوا هذا الموسم بالطبع دوك انت اليوم الشرف اوبليجي يوليو فريق فورماتور فورماتور يعني يكون اللاعبين ونعرف هذيك المنطقه انا نعرفها زيد كلمني وانا عارف بزاف فيرم
اللي يكونوا بزاف اللاعبين. دونك سمير باش الاموال تدخل لكم، ولو اليوم ما كاش الاموال باش تدخل لكم الاموال، الحل الوحيد هما تبيع اللاعبين. يعني اختيار اللاعبين هل كنت انت طرف فيه؟ تالي خيرت اللاعبين هادو، لانه البعض يعني باش نكونوا صراحه في بدايه الموسم كانوا يقولوا سامر زاويه ويجيب لنا دي جوار تاع الحومات، او يجيب لنا صح هذه سمعت بها، قال لك يجيب لنا كيفاش لعبوا بريمير ديفيزيون بهذا لي جوار. الوقت هو اللي اعطاك الحق في انه هاد اللاعبين نجحوا. هل شفتهم؟ هل كاين الناس قالوا لك عليهم؟ هل منطقه سيفري تسخر بمواهب شابه؟ ولكن كثير من المرات دي زيكيب كي يعولوا الا على الشبان وما كاش دي جوار اكسبيريمونتي عندهم تجربه ما ينجحوش دابيتيد. شوف البدايه كانت صعبه، عنده لا فيزيون تاعو في اللاعبين. ما نكذبش عليك، انا دي فوا نلعب ماتش اميكال ما ينيكيب بالك الدوزيام تروز ديفيزيون، نلعب لوبجيكتيف سي ليكيب تاعي مي لادفيرسير ثاني. شوف شوف النيفو تاعو هكذا، تبع دي جوار هذو اللي جبتهم. نعطيك اكزومبل بوتيتر مازال ما مشاليش، مي نقولها ونعاودها وعندي كوراج بنسيني ابلون لو ميور جوار تاع الشامبيون ما مشاليش، اللي هو الناس قاعد تقول تحامل جوبا وكذا. انا واش قانع به الستاف تاعي الدريال مو عيطوا له قالوا له باللي احنا سيبو كرهنا منك، قالوا له مازال الكوتش برك اللي مازال مقنع بك اللي فورمي في المولوديه. وجنبو الصراحه كان عندي في عين دفله يسموه نرباسلا، اني لي غوش انا اتاكون بوديت الجزائر فورمي في المولوديه. نقول لك حاجه، الوقت ان شاء الله ينصفني الوقت يقدر يدير لي كارير. باش ندير فوب بيست هنايا ملي حبيت نهضر عليه اليوم بن زاوي سي بلون مونتال ما اللي فراجيل. قول لك في التيران ماهوش يمد ماهوش يدور نو كيما كحب انت نو لعب البومي ماتش تاعو مع لمسيو، لا فالور تاعو اللي يشوف فيها ماشي هذه. البومي ماتش مع لمسيو كي شافوه الشعب في التيران الناس قاعده هضرت عليه، من بعد كي درق لي هاب جو با ماشي سيكوتي بسيشيك انا نجيبو فيه. صافي دير قلت لك هذو تي جوار جون كل واحد ولا تابلاسيون تاعو ما عدا هذا ما كشيش من الاخرين امر جاو. نعطيك اكزومبل جوبا، جوبا كان زياسكا انا شفتو قبل ما دي جياسكا، شفتو لعبنا ماتش في هكذا في كارتي لعبت معاهم عرضوا لي ناس شفتو قلت له انت قال لي تلعب مع كنون، قلت له الشلف عيط الاداره قلت لهم هادو سيني معاه داتو جياسكا وما نجحش ما لعبش. جبت دحامني مثلا من جبتو دحامني العام اللي طلعت في بريمير ديفيزيون لعبت ماتش مع لي زيسبول لا ريزيرف عجبني طلعت دوك بروموسيون طلعت انا راه عند بوكرا في المنتخب في المنتخب دحامني من اللاعبين اللي مازال تزيد تشوف التطور تاعو. انا قلت لك حاجه دحامني بعد تحدثوا عليه لانه عندنا لقطات فوالا ما عاد دحامني. بعض اللاعبين الاخرين مين جبتهم؟ يقال بانه كاين لاعب جبتهم من القسم الخامس ولا القسم الرابع، هل هذا صحيح؟ نو جبت سناوش جبت مو جبت عباده اللي كان في العلمه ان ديفونسور، جبت لي جان لو ميليو هذاك الميليو ريكيبيراتور اللي لعب البارح هذاك زناسي جا في الماركاتو. نو جبنا سنا وجه اللاعبين جبنا جبت الشباب جبنا جوبا جبنا هذا النربسله جبنا مرات هذا ثاني في وسط الميدان جبت ثاني سرير اللي راح يكون شان راه عنده سرير راه في المنتخب الوطني. وين كان سرير هذا؟ كان في هذا كان في سي ار بي في سي ار بي جبتوا سرير زيد لاري دروا فغلول لا بن صالح ثاني جبناه كنا جايبينو بري جبناه من الصوره عليان لاعب اتحاد العاصمه لاعب اتحاد العاصمه وعليان ثاني راح يكون عنده مستقبل ان شاء الله. انا لو جوال اللي مازال متلف لي معناها كي نقول هكذا ان شاء الله ما يتغروش وكيطلعوا لهم في الراس. انا لا يعجبوني بالك كي قلتوا انتم هضرتوا بيه كيف نلعب لوفونسيف هما يخلوك تلعب لوفونسيف باسكو لا الناس هي غلطه بوتيتر صح لا ديفونس تاعي شويه فيها واحد الخلل لازم يتريكل مي لا بريزونس تاعهم في التيران لي دروا لي غوش لاتاكون والميليو تيرا ولي دو ميليو تيرا يخلوا لادفيرسير يتراجع يلعب لور هما يفرضوا عليهم شخصيتهم البارح يعرفوا يلعبوا كره فوالا يعرف يشدوا البالون وما يتقلقوش. انا شفتهم علاه نعطيك اكزومبل كان دي ماتش وين لا كونسرفاسيون كي تشوفها يشدوها ان بليزير سي بو سا انا هما حتموا عليا اني نفتح اللعب ونقابل.